دكتور عباس العفناوي يعني بعتبره فلت. يعني فلت يعني قيمة للأستاذية مجسدة. كيف يكون الأستاذ أستاذا وعالما؟ كيف يكون متجردا نزيها مخلصا؟ دكتور عباس له يعني بما يسمى ريكورد. من الصعب سأقوله تحطيم هذا الريكورد. ايه الريكورد ده؟ استاذ شغل موقع الأستاذية وتدرج في المواقع الإدارية ووصل في المواقع الإدارية إلى أقصاها. طب الريكورد فين؟ الريكورد إنه ترأس 3 جامعات. من الصعب تكرار هذا الرقم، أن يرأس أستاذ 3 جامعات، أحدها جامعة حكومية والأخرتان جامعتان خاصتان، والأخرتان قد شارك في تأسيسهما من الصفر، من اللاوجود إلى الوجود إلى الكينونة شبه الكاملة إلى الأثر الناجع والبصمة الواضحة في الحياة وفق فقه الأستاذية الذي يتسم بالأمانة والشرف والنزاهة والصدق مع النفس. التلقائية الشديدة، البساطة المتناهية، التواضع الجم، الحب الخالص، كل هذا هو الدكتور عبد الصالح. كما ترون لبى الدعوة فورا وجاء ليحتفي بأخيه اللواء طارق ليشاركنا جميعا هذه الليلة دون رياش أو مواكب رسمية أو لما هي البساطة. كيف يكون الإنسان صادقا مع نفسه ولا يتوسل بآخرين ليقدموا له من حملة المباخر أو حملة الحقائب أو فريق السيارات إليه، إنما سيارته رجلاه قدم عندما يستطيع فتلبي قدماه الأمر فهما الأسرع. هذه من نفحات الليلة أن يكون حاضرا بيننا أخي وابن عمي الأستاذ الدكتور عباس الحفناوي، لأنه قيمة وبيدل على القيمة أنه المشاركة في ليلة فيها ثقافة، ما فيها حضور ثقافي، فيها أصالة في وقت غابت فيه الأصالة وتكاد تغيب فيه القيم والأخلاقيات، ونفتقد الكثير من خواصنا الأساسية التي جعلت لنا قيمة في التواجد العالمي في قرون مضت خلت وسبقت. تفضل دكتور. شكرا. مساء الخير ولسانة حضراتكم طويلة. على فكرة لما كنت بدأ الدكتور مجدي في أي احتفال ما اتكلمش بعديه ابدا، اتكلم الاول وخلي هو اللي يتكلم بعدين لان ما اعرفش الحقيقه يعني في معظم الاجتماعات كده او لا ما ينفعش. انا فعلا جاي هنا وانا كان عندي السكر فنزلت اخف على طول عشان ما اسيبش اللقاء الجميل ده مع اخويا وحبيبي. يعني اقدر اقول ابني ولا ابن عميد
فهو لواء فمش مشكلة أعتبره ابن برضو أو أخويا الصغير لأنه راجل محترم أنت تاني عميد الخلق عميد الحاسبات فده يعني بجد أنا لواء طارق ده لو قال لي تعالى الصعيد هروح له الصعيد الناس المحترمين جدا 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 الواحد يقول وروح له غداء يا فندم مفيش مشكلة خالص فأنا ما بقولش أنا رحت أنا الحقيقة أفهم الشعر لكن لم أنا يعني مارست الشعر وأنا في الإعدادية والثانوية العامة لغاية كلية الهندسة لما خلصتها كنت بكتب شعر كنت بكتب الشعر لأني كنت بحب لما ولكن لما انتهت الفترة دي خلاص بطلت خالص مش كده يعني بعد الصدمة أميرة حبي أنا يعني كان طب سيادتك لو نسمع الجزء كده لا 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 انسى خلاص خدنيش بتاع البيت هنا لا وصل هناك فأنا نشأت والدي نوعا من الدكتورات لربنا التربية إن إحنا نحب بعضنا نحب إخواتنا نحب الخير للناس فإحنا نشأنا عاطفيين الله ده أثر جدا وده يمكن الحاجة اللي عندنا إن أنت تحس إن أنت تثق في الناس وقد لا يكون محل ثقة ولكن للأسف إحنا كده نتعامل مع الناس بحب وبقلب أبيض حسيت ان الشعور ده هو نفس الشعور بتاع النوتر حسيت ان الانسان بنيته قلبه صافي بيحب الناس باخلاص عشان كده كلنا بنحبه جدا وسعداء بيه ونتشرف اننا موجودين يمكن دكتور مجدي يقول عن الجامعات انا اصلا خريج هندسه القاهره واشتغلت في عين شمس قعدت 18 سنه في هندسه عين شمس وبعدين اتنقلت الى جامعه المنوفيه سنه 83 توليت رئاسة الجامعة سنة 2002 لغاية 2007 وحتى الآن منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن لم يتولى أي رئيس جامعة من خمس سنوات زي الرئيس حسني مبارك الله يرحمه مديني سنة خمسة عشان زوج شباب الجامعة بعد كده خدت في الدلتا 8 سنوات أنشأتها من هي لسه رمل لغاية ما بقت كليات جامعة الدلتا ثم جامعة السلام سنتين اثنين وجامعة السلام الناس بتقول لك ازاي سبتها لأن احنا المؤسسين رؤساء الجامعات فكل واحد اتفق ياخد سنتين فبما ان انا اقدم واحد فيهم فانا خدت الفترة الأولى وبعد كده جيت بتروح فتح صلاة وبعدين عبد الحكيم خليل كل دول رؤساء الجامعة السابقين بتعترض أنا معيد المنوفية ما بيعترفوش بيا في المنوفية أحمد زكي بدر ده دستور وطالب يجي يقول لي عباس لا دكتور عباس ده بتاع طنطا يا ابني ده انا عندكم في المنوفيه من 83 اديني الجنسيه يقول لك اسف حضرتك من الغربيه ماشي من المنوفيه ابدا فالملايفه كده يعني برغم ان انا ماسك كتير من الملايفه وشكرا جزيلا على القعده الظريفه دي وانا النهارده يعني فعلا اصليت ان انا اجي عشان اخويا على فكره عندي 5000 واحد على الفيسبوك طبعا ده قيمه هتنزل ب 1000 واحد لان انا بصحى الصبح كله رد صباح الخير صباح النور والاخبار والمقال اللي قاله.